هذا يسأل عن حكم حلق اللحية. حلق اللحية كلكم يعرف أنه حرام. لماذا حرام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، وأمر بإكرامها وتوفيرها وإرخائها، ومخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حرام، طاعته واجبة ومخالفة أمره معصية. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. تجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أمر بإعفاء اللحية وإكرامها وتوفيرها، فلماذا نخالف أمره صلى الله عليه وسلم نزولا على عادات الناس؟ وحتى لو أن أحدا ألزمك وأجبرك على حلق اللحية لا تطعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا.